السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم محبين وانصار شبيبة القبائل في اخر اخبار شبيبة القبائل اليوم طبعا عبر جريدة الكرة نيوز. يعني قال لك بعد الانتقادات الموجهة اليه جودي يضع اللاعبين امام الامر الواقع ويطالبهم بالاستفاقة. طبعا توعد باحداث ثورة في لقاء الكأس القادم، قال لك أشعر لاعبيه بضرورة الاستفاقة وعدم ترك الأمور تزداد سوءا في الدوري. المدرب يعني صراحة كبش فداء، وصراحة وهو ما يرفضه التقني رغم الانتقادات التي وجهت إليه. يعني حديد يرد على المشككين ويؤكد جاهزيته لإنهاء الموسم بقوة بعدما أنقذ الفريق في وقت حساس. يعني التشكيلة ستجري تربصا مغلقا في تيزي وزو، والتنقل الى العاصمة مستبعد صراحة. اي جودي يريد عزل لاعبيه قبل لقاء القمة. حمرون متأثر جدا للانتقادات، اي جودي يرفع معنوياته، ورد فعل الانصار على ادائه بعد لقاء خنشلة صدمه صراحة. عندنا شلول شكر اللاعبين كذلك ويطالب بالاستعداد الجيد لقمة الكأس. كرة القدم فوز وخسارة وتعادل، المهم أن تقدموا أفضل ما عندكم وسنضعكم في أحسن الظروف، وأتمنى أن لا تخيبون أمام السيربي. يعني قبل أيام من لقاء الكأس يعني حضور الأنصار أمام بلوزداد حتمية قصوى، ستكون آخر فرصة يمنحونها للاعبين صراحة. كان لابد من انتظار جاهزيته قبل اتخاذ القرار النهائي.